والدتي طردها من البيت. فانا خدت شقه في التجمع وسكنت فيها انا ووالدتي، انا ووالدتي واخوه. عاش معانا بعدها بشهر تقريبا، وعايش معانا برضو، وانا اللي متكفل بالبيت كليا وجزئيا. انا بصرف على والدتي وعلى بيتي وعلى عيلتي، عيلتي كلها بما فيهم والدي اللي بيشتغل في الفتره دي وكان بيقبض فلوس، انا اللي كنت متكفل بالبيت كله. الكلام ده من 2007 لحد الوقت اللي احنا فيه ده. خلفت في 2016، المصاريف ابتدت تزيد شوية. والدتي مش انا، ابتدت تتكلم مع والدي ان هو لازم يحط معايا في المصروف، هو اوريدي بيشتغل وبيكسب فلازم يحط معايا في مصروف البيت. ساب البيت، اتخانقوا مع بعض وساب البيت ومشي. ومن الوقت ده هو عايش عند اخته، هو مش عايش معانا.